أبنائي وبناتي الطلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا مراجعة عامة عن الفصل 12 من قصة عقبة بن نمر. تعالوا مع بعض نقرأ السؤال الأول. اتجه عقبة كعادته إلى الله وصلى ركعتين، وسأل الله أن يخرجه من هذه المحنة، وما كاد يفرغ من الصلاة حتى لمح فرسه ينبش الأرض برجليه بحثا عن الماء، وحدثت المعجزة. ألف هات جمع المحنة ومعنى ينبش ومضاد يفقه. المحنة جمعها المحن، وينبش يضرب الأرض بقدميه أو برجليه، ومضاد يفرغ يبدأ به. لماذا اتجه عقبة إلى الله؟ اتجه عقبة إلى الله وصلى ليخرجه من محنته. جيم بقى المعجزة التي حدثت تحت رجلي فرسه وما أثرها على المسلمين. المعجزة اللي حدثت، ما كاد عقبة ينتهي من صلاته حتى لمح فرسه ينبش الأرض برجليه بحثا عن الماء من شدة العطش، وظهرت صخرة تحت رجلي الفرس بدأ الماء يتفجر من حولها. أثر ذلك على المسلمين، كبر عقبة وكبر المسلمون، وبدأ عدد منهم يطفئ غلته أي عطشه الشديد من هذا الماء العذب. السؤال الثاني، انزعج حكام الولايات البيزنطية وتيقنوا أنهم سيقعون لا محالة تحت سيطرة الجيوش الإسلامية، فكانوا يتراسلون في تلك الفترة عن الإجراءات التي سيتخذونها لوقف الغزو العربي. ألف هات معنى يتراسلون ومضاد تيقنوا. مرادف يتراسلون أي يتبادلون الرسائل، ومضاد تيقنوا ظنوا. علل انزعاج حكام الولايات البيزنطية بعد فتح خوار، لأنهم تأكدوا أنهم سيقعون لا محالة تحت سيطرة الجيوش الإسلامية. جيم متى دخل عقبة مدينة خوار وعلى أي شيء يدل؟ دخل عقبة مدينة خوار ليلا وأهلها مستغرقون في النوم، فأسر ملكها وزعماءها واستولى على ما فيها من أموال، ثم رجع الجنود دون أن يفقدوا شهيدا واحدا، مما يدل على عبقرية عقبة الحربية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.